ما هو يعني من اول التعويم ثم رفع الدعم يبقى ثم رفع الدعم كل اللي يطالب بيه بينما حضرتك يا فندم انا ايوه حد بتروح كل اوروبا انا لسه ضارب مثل بالشاي بتروح اوروبا بتشوف الاسعار أيوة بتركب المترو هناك والقطر بتشوف الاسعار احب ادي لك مثال حضرتك انا عندي ابني هناك خلاص وبعدين ابني بيدرس يا فندم ربع الكيلو شاي ده يا فندم هقول لك بجنيه واتنين عشرة ابني بيشتغل والجنيه هناك هقول لك هو برضو زي الجنيه اتخرج من الجامعه هناك خلاص لانه اتولد في امريكا ومع الجنسيه بياخد 3000 دولار والله ببعت له فلوس ايوه يمكن عنده ابحاث اولا لا الابحاث ايه انا بتكلم اولا بيشتغل ايوه بيشتغل أيوة. فهو بياخد 3000 دولار الشقه بكام؟ 1 بيدروم يعني غرفه نوم واحده ايوه ب 1800 دولار لكن فيها لا سيستم مش واحد تاني واحد انت بتتكلم عن حاجه خاصه الشرب حادث ولا ارخص حاجه في والله العظيم انا كل المرات اللي رحت امريكا واوروبا الاكل هناك ارخص من اللبس هناك ارخص تاني اللبس هناك قد يكون ارخص من مصر لانه هم اللي بيصنعوا الحاجه بتاعتهم يا فندم انا معلش انا الجاكيت ده غير من المجر عايز اقول لك بما يعادل 300 جنيه هنا ب 4000 جنيه 3000 دولار هناك ما بيكفوش ما طيب ما بقولش ان هو عايش بص يا دكتور وائل ده خريج لسه لا بس جديد ابنه اللي بيتكلم عليه ده مش شايل هم الساعه اللي جايه لا قدر الله لا حصلت له اي مشكله او اي ظرف صحي واخد بالك هيلاقي المستشفى تعالجه ببلاش لا انا لو ساب الشغل هيلاقي اللي هيجيله بدل الاعاده على البلاء في كل مش هيشيل هم الساعه اللي جايه المواطن المصري شايل هم الدقيقه اللي جايه هاكل عيل ازاي لو عييت لو سبت الشغل واخد بالك يا ريت بلاش نتكلم عن الكلام ده طيب انما احنا بنتكلم لك على البدائل ما عندك ايه بديل البدائل يا فندم قول لي بقى هتعمل ايه بقى الحكومه اول ما جت النهارده قلنا رايح عند الصندوق تمام حبيبي طب قول لي واحد اتنين ثانيه واحد ايه حلك ايه اللعبه مع صندوق واقولها لك بمنتهى الصراحه الصندوق كانت لعبه توازنات سياسيه نفترض الصندوق ملهاش دعوه نهائي بالاصلاح الاقتصادي قول لنا انت هتعمل ايه انا بقول لحضرتك نعمل ايه بقى أيوة. كان المفروض الدوله النهارده اللي سابت الشعب المصري فريسه للقطاع الخاص في التعليم والصحه واخبالك والادويه والكلام ده كله الدوله بقى كانت تضخ استثمارات في الاماكن دي اعمل مدارس مش حكومه لا اعمل مدرسه خاصه من هم 3000 4000 جنيه واخبالك اللي هم اللي قادرين يدفعوا واخد منها الفلوس دي اعملها للمجاني اعمل النهارده مستشفى رعايه حرجه اللي هو القطاع الخاص بياخد 7000 جنيه في الليله في الاوضه اعمل النهارده ب 3000 جنيه واخد الفلوس دي واعمل بيها مجاني ده كان الشغل بالتوازي اخش نفس القطاع الخاص عشان تحصل النهارده وتوقف الاسعار ومين قال لك ما بتتعملش مره واحده عشان ما تعملش دلوقتي بعد ما اتخربت جايين يقول لك ما بتعملش الدوله ما بتعملش لا ما بتعملش انا بقول لك الدوله ما بتعملش الدوله بقولها لك على الهوا اهو هتقابلها كارثه في القطاع الصحي الفتره اللي جايه اكبر شركه اسمها ابراك كابيتال هتفلس في الامارات محتكر 4000 سرير في مصر